واش لافافا جيسبيغ كلكم تكونوا مزيانين ان شاء الله كلكم غادي تكونوا ابيان دو بيان. المهم اول حاجه هي واش مبروك بالصحه والسلامه و يدخل لكم رمضان المبارك باش ما تمنوا ان شاء الله وبشي حاجه للوالدين تا هما. المهم ديجا قبل من هاد الفيديو اللي كان قبل كنت قلت لكم نهضر لكم على السيري ديماس هي راه ديجا شحال هادي كنت ملي كنت عاد دخلت لها كنت جربتها غنعطيكم كلشي عليها شنو هما الفوائد ديالها وفوقاش تقدر تنفعك وشحال كتكون وبشحال دايره وكيفاش تعرفها واش اصليه ولا ماشي اصليه. المهم خليك مع راه بنتي تسالي. المهم دايرك قبل ما نبداو هاد الفيديو هادي غنوريكم المستوى اللي وصلت ليه دابا انايا في لاصال يعني كيفاش وصلت في الفورما ديالي وما يطلع لكم التصاور هنا وهنا وهنا. بغي يعرف شنو كندير في ستوريات كاملين وشنو كناكل في هاد رمضان هذا وشنو داكشي كامل يتفولو عندي يتفولو سلالي يتفولو يمشي لسوق انستغرام يفولوين ولا غردها لك يطلع لك هنا ولا هنا. نبداو باول حاجه اللي قلنا هي السيريوز ماس. هاد السيريوز ماس السيدي شنو فيه؟ فيها 50 غرام ديال البروتين و 256 غرام ديال الكارب و 25 فيتامين و 1250 سعره حراريه كالوري. راه ما عقلش على هادشي بزاف. المهم هو انا قلت لكم راه مكتوب هنايا ياك ولكن دابا هادشي كامل كاين في جوج تاع لي سكوب. وعرفتي السكوب قداش قدك اللعيبه ديال الماكينه ديال التصبعين داك اللي كيديروا فيه ديال تيد ماكينه التصبعين قد هكاك جوج منه يعني واحد فيها 334 غرام يعني كبيره بزاف فهمتي غتكهمك وجوج منها في النهار كتعطيك هادشي كامل ديال 50 غرام ديال البروتين و 256 غرام ديال الكارب و 25 فيتامين و 1250 كالوري. هذا السيريوز ماس. هاد السيريوز ماس اللي كيصلح هما داك الناس اللي كيكونوا رقاق بزاف كيكونوا اكتومورف ورقاق بزاف حيت كيجيهم صعاب كيكونوا كيحرقوا بزاف بحالي انا كنصور دابا كنعرق. المهم داك كيما قلت لكم كيكونوا كيحرقوا بزاف خاصهم ضروري شويه يطلعوا من النسبه تاع لي كالوري في الكوخ ديالهم و الكارب. صوب هاد السيريوز ماس كتسهل عليهم انهم يزيدوا في الوزن ديالهم. المهم الدراري دابا عرفتوا السيريوز ماس فاش كتكون كيما قلنا 50 غرام بروتين 256 غرام كارب 1250 غرام كالوري و 25 فيتامين الوغ كيما قلنا هذه كتصلح الناس اللي اكتومورف يكونوا رقاق بزاف. صوب الحاجه الثانيه هو انها بشحال كدير؟ كدير السيدي هذه ب 600 درهم حتى 650 يعني حساب المحل اللي كيبيع لي كومبليمون ما بين 600 و 650. كيفاش تعرف كيفاش تعرف واش اوريجين ولا ماشي اوريجين؟ كيكون هاد اللعيبه سميتو الكود بار. غتمشي للبلاي ستور ولا الاب ستور. انا بحال دابا عندي ايفون كتكون واحد اللعيبه سميتها كود بار كولون اغ ولا كتكتب كود بار فهمتي كتعطيك واحد اللعيبه باش انك كتسكاني هاد الكود بار هذا وكيعطيك واش اوريجين ولا ماشي اوريجين. واحد النصيحه اللي ندير لكم خارج على الفيديو ديما اللي كيكونوا بحال هكا 5 كيلو اللي كتكون هكا في خنشه ماشي في طاسه هادو ديما صعابين انهم يزوروا فهمتي اللي كتكون سهله في انهم يزوروا هما ديك الطاسه بحال الواي الماسطه كيكونوا طاسات هادوك هما اللي يساو لا سيروز مثلا تاع 2 كيلو ولا ما عرفتش شحال فيها هادوك هما اللي كيكونوا سهل انهم يزوروا. المهم هادشي اللي كاين في السيريوز ماس والنصيحه من عندي كاخ كاخ الا كنتي ماشي الا ما كنتيش رقيق بزاف دي اللي كاينه اللي غيصحك هو الماستيك فهمتي اما الا كنتي رقيق بزاف السيريوز ماس راه غادي يخليك انك تزيد في الوزن وشويه من الكتله العضليه ما غاديش يعطيك داك انك تزيد في الكتله العضليه بزاف ولكن شويه كنت تقدر تستافد منه الا كثرتي في لي غوبا ديالك في الماكله ديالك في النهار كثرتي من شي حاجه فيها البروتين راه غادي تستافد منه ولك واسع النظر ما عطاتك شنو ماش كتكون وبشحال دايره وكيفاش تعرف واش اصليه. بيس ان شاء الله الدراري من دابا في هذا رمضان هادي انا كيما قلت لكم عندي ربا كنبقى نحفظ بالليل ياك الصباح نبقى ندير لكم يوميا الفيديو غير دابا تعطلت شويه هذا راه شي 5 ولا ما عرف عاد كندير فيديو عاد المونتاج دابا يكون داك التمنيه هكاك سوغ يوتيوب. سو يوميا ان شاء الله غادي يكون فيديو الو غيطلع لكم انستغرام ديالي هنايا قولوا لي شنو بغيتو نبقى ندير لكم في الفيديو الجاي فهمتي شنو بغيتي يكون الفيديو الجاي نديرو. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a